مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق شوطنا الثالث الذي يأتي مع انطلاقات هذه الأسماء الكبيرة الرائعة. شوطنا الثالث المخصص لفئة الإبكار لشعارات أصحاب السمو الشيوخ ومن له الرغبة من أبناء القبائل، فنتمنى التوفيق للجميع. مباشرة مع إبعاد محمد بن سعيد بن محمد بن رفيعة الفلاسي من يأتي على المركز الأول على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني مياسة محمد بن عتيج بن خفية من يتقدم مع انطلاقات مياسة على المركز الثاني. المركز الثالث أيضا الوصول والقدوم مع ثالث المراكز مع الأداء المتميز من قبل الشاهنية بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعة من يأتي بمرافقة هذا الشعار. إبعاد الواصلة بهذه اللحظات محمد بن سعيد أيضا الوصول والقدوم مع انطلاقات هذه الأسماء الكبيرة الرائعة وتقديم هذه الأسماء المتميزة. أيضا الوصول مع وعد سيف بن سعيد بن غانم المنصوري قادما مع وعد على المركز الثالث بأول المركز الخامس نعم. وأيضا الوصول مع تصدير عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الكتبي، وصلت الأسماء وتدخلت الشعارات لتبحث عن الفوز والانتصار وتبحث عن الناموس بانطلاقات هذه الأسماء. أيضا القدوم والوصول من الشمامية عبيد بن سلطان بن رشيد الكتبي يقدم لنا الشمامية في هذا الانطلاق المتميز وبهذا الأداء الرائع والكبير. أيضا الوصول مع انطلاقة أيضا عديمة محمد بن سيف بن سالم بن ضبيعة يتقدم مع عديمة، والقادمة أيضا الهيشوهين عبد الله بن عبيد بن سعيد بن حميدان وصل بهذه اللحظات مع انطلاق الشواهين. أيضا القدوم والوصول من خيرة سعيد بن رايد بن خليفة المسافري يتقدم مع انطلاقة خيرة، والقادمة قبة حمدان بن راشد بن سرداح يقدم لنا قبة بهذه اللحظات وبهذا الانطلاق. المركز العاشر أيضا اختم الندى مع انطلاقات عنيدة مطر بن سعيد بن حلوة يتقدم بهذه اللحظات. هذه الأسماء الكبيرة وهذه الشعارات الرائعة والمتميزة في هذا الأداء المتميز الذي يأتي مع الأسماء المتميزة الذي يأتي مع الشعارات الكبيرة بهذا الأداء المتميز. ولكن البداية مع مياسة 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 من تتقدم على مستوى المركز الأول محمد بن عتيج بن خفية يتقدم مع انطلاقة مياسة، ولكن القادمة وعد وعد على الوعد يا من يقدم لنا وعد سيف بن سعيد بن غانم المنصوري. ركز يا أبو سعيد من يأتي مع هذا الشعار الكبير محمد يا المقبالي مع الأداء المتميز. أيضا الوصول والقدوم مع انطلاقات هذه الأسماء على المركز الثالث. أيضا الوصول والقدوم مع الشاهنية بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعة من يأتي مع هذا الانطلاق المتميز. أيضا الوصول والقدوم مع تصدير أيضا القادمة تصدير عبد العزيز بن سيف علي بن كليب الكتبي يتقدم مع انطلاقات تصدير الواصلة بكل قوة. أيضا الأسامي قادمة والشعارات قادمة. الله يا هذا الشوط الله يا هذا الشوط، ولكن وعد وعد بالكيلو متر الأخير يا بني ريو يا بني ريو من يأتي على المركز الأول مع صدارة هذا الشوط ومع مقدمة هذا الشوط. وصلت الأسماء، وصل بن خفية، وصل بن خفية أيضا مع الانطلاق المتميز. أيضا غير وأيضا شعارك من بليشة مع الشعار الكبير. الله هزاج الواصلة وتصدير قادمة والأسماء قادمة. الله يا هذا الشوط وابن سرداح قادم. الله يا المنافسة الأخيرة، الله يا المنافسة الأخيرة. وين الفوز؟ الزاجل غيرت الزاجل. علي بن مهير من بليشة تأتي مع الانطلاق المتميز. الله يا الأداء الكبير. وين
وين الناموس وين؟ تصدير غادمة تصدير، يقدم لنا تصدير عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب، وصل أيضا بن سرداح، وصل بن سرداح والأسامي غادمة والشوط حاير، الشوط حاير. المنافسة الأخيرة مياسة، مياسة والزاجل، الزاجل ومياسة، الله يا الأمتار، الله يا الأمتار، ولكن الزاجل مياسة، الزاجل مياسة، ولكن الزاجل علي بن مهير بن بليشة ينتزع الفوز والانتصار، يغادر بالفوز والانتصار. سلام يا الزاجل سلام، تحمل الرسائل الصباحية إلى شعارك الكبير يا علي يا بن مهير يا بن بليشة منته مع الشعار الكبير، تهانينا والناموس المركز الثاني أيضا بالشعار المميز، شعار بن خفي المركز الثالث لبن كليب المركز الرابع لبن حميدان المركز الخامس لبن سرداح. التوقيت الزمني 6:18، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وانتزاع المركز الأول إلى راعي الزاجل علي بن مهير بن بليشة، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وانتزاع ثالث الأشواط بالفوز والانتصار.